ثابتون الناس القطرة القطرة. في الذكرى السنوية 45 لاستقلال البحرين أقام تكتل المعارضة البحرانية معرضا للصور في ساحة ماربل آرش وسط العاصمة البريطانية لندن للتعريف بإنجازات عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين وبعد مرور أكثر من 4 عقود على استقلال البلاد. في يوم 14 أغسطس المفترض أن يكون الاستقلال الحقيقي للبحرين الذي استلبته أسرة آل خليفة وجعلت البحرين تحت الهيمنة الأجنبية وسلبت استقلال شعب البحرين وسلبت الحقوق والحريات وهيمنت على الثروات والسلطة وما إلى ذلك. اجتمعنا اليوم والحمد لله الحشود الغفيرة من الناس من كل العالم حضروا ورأوا الجرائم التي ترتكب في حق شعب البحرين. لعل أهم إنجازات عائلة آل خليفة هي حربهم الشعواء على أطفال البحرين الذين ترك بعضهم بلاد أجداده وعاش في الغربة هربا من الظلم والطغيان الخليفي. في الوقت الحالي محاصرين قريتنا لدراز، ما حد يقدر يدش ولا يطلع، يقطعون الانترنت، تصير القرية منعزلة عن المناطق الثانية، ما نقدر ناخذ راحتنا. وأنا قبل 7 شهور جيت إلى بريطانيا طالب اللجوء والحماية من آل خليفة. شعب البحرين لا يخوض فحسب صراعا مع عائلة آل خليفة التي فرطت باستقلال وسيادة البلاد بل مع حماتها الإقليميين والدوليين. والشعب البحريني معروف بجهاده وصبره وتحمله تجاه المصائب التي تخلق له من قبل الأعداء وخصوصا آل سعود الذين لا يلون جهدا في القضاء على علمائه وخصوصا الشيخ عيسى قاسم. في ذكرى الاستقلال تبحث البحرين عن استقلالها المفقود وعن سيادتها التي انتهكتها 5 جيوش أجنبية ما زالت تشتم على صدرها. أنا الصورة المشهد الناس شافت جيش سعودي دخل داخل البحرين. في الذكرى 45 لاستقلال بلادهم يستعرض البحرانيون عبر هذا المعرض الإنجازات التي حققتها عائلة آل خليفة طيلة العقود الماضية وأهمها ممارسات التعذيب والقمع الوحشي للتظاهرات السلمية واعتقال الرموز السياسية التي ساهمت في تحقيق استقلال البلاد. ساهر عرابي للبحرين اليوم من ساحة ماربل آرش في العاصمة البريطانية لندن.